السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الأزمة التي كان يعاني منها حسام عوار رفقة ناديه أولمبيك ليون ستنتهي بعد وصول المدرب لوران بلون لتدريب فريقه ليون. وأكدت ذات الصحيفة أن عوار هو أكبر المستفيدين من وصول لوران بلون لتدريب أولمبيك ليون خلال هذا الأسبوع. وأضافت ليكيب أن لوران بلون ينوي منح الفرصة لحسام عوار بداية من الجولة القادمة للدوري الفرنسي ضد ران، وهو الذي شارك في 30 دقيقة فقط منذ بداية الموسم الحالي. وستكون هذه الخطوة في مصلحة المنتخب الوطني الجزائري، بما أن عوار سيعود إلى المنافسة مرة أخرى وسيكون حاضرا في تربص شهر نوفمبر القادم بنسبة كبيرة، خاصة بعد استخراج جواز سفره من القنصلية الجزائرية بليون. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.